الآن هذه صور مباشرة من سماء قطاع غزة، حيث نلاحظ هذه الأعمدة الدخانية التي تتسبب فيها الانفجارات نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع. معلوم أن قوات الاحتلال وجيش الاحتلال يستهدف هذه المنطقة تحديدا، ربما بثلاث آليات عسكرية، يستهدف هذه المنطقة بقصف جوي، وكذلك يستهدفها بقصف مدفعي، وكذلك بقصف بحري. هذه المنطقة تحديدا في شمال القطاع في بيت حانون وضواحي بيت حانون هي منطقة من المفترض أنها باتت غير مأهولة بشكل كبير. ظني كذلك أن غزة ربما يعني يتصادف بها الآن ربما يعني أمطار ورعد، يعني هكذا لاحظنا، يعني ما سبق لم يكن انفجارا، لكن نعم أعتقد أن هذا هو رعد يعني أو ما شابه، برق ورعد. إنما على يسار الشاشة الآن نلحظ القنابل المضيئة. معنى هذه القنابل المضيئة أن هذه المنطقة منطقة عمليات عسكرية، أيا ما كانت هذه العمليات، ربما تكون العملية العسكرية الآن مثلا هي التأكد من أن هذه المنطقة لا يوجد بها عناصر المقاومة، ربما يكون كذلك العملية الآن هو انسحاب ما من قبل قوات الاحتلال على محور ما، ربما يكون العكس، ربما يكون الغرض منها زيادة التوغل، وربما تكون في بعض الحالات اعتيادية لحالات المراقبة وما شابه. مرة أخرى هذا الضوء الأخير ظني أنه برق، يعني إنما يعني يتزامن كذلك هذا البرق مع قصف لم يتوقف على هذه المنطقة تحديدا بشكل ربما لم تقصف به منطقة من قبل. الآن نستمع معا إلى هذه الأصوات. زيادة هذه الأصوات في سماء غزة هي أصوات الطائرات المسيرة، طائرات الاستطلاع، يؤكد كذلك أن زيادة هذه الطائرات في مكان ما أنها أرض عمليات. مرة أخرى قنابل مضيئة. للتوضيح لمن يتابعنا، هذه المنطقة هي أول نقطة شمالية في قطاع غزة، يعني تقع على الحدود إذا ما جاز التعبير مع ما يسمى أو مع ما بات يسمى بمستوطنات غلاف غزة، التي هي في الأصل أراض فلسطينية محتلة. إذن هذه النقطة تحديدا هي النقطة التي تأتي أو يعني تكون أول شيء بعد السياج الفاصل. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها بقوة غير مسبوقة، قام بتدمير بيت حانون بشكل كامل. مراسلون قبل أن يغادروا هذه المنطقة أكدوا للجميع أن هذه المنطقة باتت مدينة أشباح، إلا أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف على بيت حانون ولا على بيت لاهيا ولا على الخط الواصل بينهما حتى الآن.
يعني على على ذكر هذه التطورات الميدانية كذلك وعلى ربطها بالمسار السياسي، هناك من يربط بإيقاف هذه الغارات بالإفراج عن المحتجزين. تابعنا على الأخبار العاجلة منذ قليل جو بايدن الرئيس الأمريكي يقول ربما سيتم الإفراج عن المحتجزين في غزة قريبا دون تفاصيل، هكذا كان الخبر يعني وهكذا كان العنوان، استخدم فيها كلمتين يجب التوقف عندهما، قال ربما وقال أيضا دون تفاصيل. يبدو أنه على المستوى السياسي يبدو أننا أمام شيء ما يتم التمهيد له الآن. كذلك كانت هناك تصريحات للسيد زياد النقالة القيادي بحركة الجهاد قبل قليل أوضح فيها أن إسرائيل تتعنت في التفاوض بشأن استلامها للمحتجزين، وقال في نهاية تصريحاته ربما تقرر حركة الجهاد أن تحتفظ بما لديها من محتجزين في هذه المفاوضات المتعثرة إلى ظروف أفضل. كذلك هذه الصورة التي تأتينا من غزة تتزامن مع صور أخرى من تل أبيب التي تم استهدافها برشقة صاروخية أدت إلى سقوط إصابتين. كذلك الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانس كان قبل ساعات في الشمال على الحدود مع لبنان.